السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل مع حضراتكم الجزء الخاص بإدارة الخدمات الصحية. عايزين نعرف إيه الفرق ما بين المعالجة الطبية والرعاية الصحية. الرعاية الصحية بمعناها الشمولي والوارد في التعريفات السابقة، بيهدف إلى تعزيز وتشجيع المستويات الصحية للأفراد والجماعات البشرية من كافة الجوانب الجسدية والنفسية والعقلية والذهنية والاجتماعية لديهم، وتعزيز أيضا التثقيف الصحي وإيصال الخدمات الصحية لجميع المواطنين في الدولة. أما الفرق ما بين الصحة والرعاية الصحية، أن الرعاية الصحية بتعني لدى عدد من الأمهات معالجة أطفالهم من أمراض الحصبة، بينما قد تعني لأمهات أخريات التطعيم لمنع المرض. هي دي مقصود بالرعاية الصحية. تعني الصحة إجراء عمليات جراحية كاستئصال سرطان الثدي لمريضة ما، أو بتعني الآخرين أهمية الرعاية الصحية من إجراء الكشف المبكر أو عمل الفحص الدوري أو السنوي للكشف المبكر عن هذا المرض. يبقى هنا تعني الرعاية الصحية لعدد من الأشخاص وجود تنظيمات مستقلة كالمستشفى مثلا أو ما يتماثل بها من قدرات متعددة كالموجودات المختلفة من أجهزة ومعدات وأقسام عاملة ومتعددة زي العيادات التخصصية. وهذا يعني أهمية إجراء العمليات الكشف السليمة والمتابعة الدقيقة لعدد من التنظيمات الصحية التي تتعامل مع صحة المواطنين، وأهمية منح العاملين والطواقم الطبية المتخصصة التراخيص اللازمة لمباشرة أعمالهم بشكل نظامي. ولتأكيد أهمية نشاط مفهوم الرعاية، رأى البعض ضرورة توسيع مفهوم الخدمات الصحية أو مفهوم الرعاية الطبية ليشمل جميع الخدمات الصحية من رعاية وعناية صحية عالية الجودة، والارتقاء وتعزيز مستويات الرعاية الصحية السليمة وأهمية منع الأمراض والعمل على اكتشاف الأمراض بشكل مبكر كالتشخيص السليم والمعالجة الدقيقة المنظمة ومستوى عالي من التأهيل الصحي للمواطنين إذا اضطرت الحاجة لذلك. أما بالنسبة لمفهوم الإدارة الصحية، فبنقول إن الإدارة الصحية أو إدارة المستشفيات كعلم مستقل باهتمام واسع وبشكل مطرد ومتزايد من قبل متخصصين إداريين ومعاملين متخصصين في الحقل الصحي. وبنشتمل بالإدارة الصحية المخططين الصحيين ومزودي الخدمات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى عدد كبير من الممولين الداعمين والمالكين لقطاعات الرعاية الصحية، فحيث أصبحت المستشفى محل تساؤل وانتقاد كبير ومنحنى شك واسع حول مدى أهليته في إنقاذ وإسعاف حياة المجتمع وقدرته في العمل بكفاءة وفاعلية عالية. وازدادت القناعة لدى الكثيرين من أن المشكلة الحقيقية هو تطبيق مفهوم الرعاية الصحية متعددة ومتشعبة اللي بترتكز على أولويات خاصة في المستشفيات. ما هي إلا مشكلات إدارية يمكن، وهذه المشكلات بتحمل بطياتها موارد مادية وبشرية. لذلك وجب الاهتمام بموضوع الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات في العديد من الدول المتقدمة منذ عشرات السنين، وأصبحت ترتكز على العلم أولا ثم تدريسه بشكل مستقل مع بقية أمهات الجامعات العالمية كتخصص إداري معترف به شأن بقية التخصصات الإدارية الأخرى. وعن أهمية الإدارة الصحية الجيدة في إدارة النظام الصحي ومؤسساتها، إن الإدارة الصحية الجيدة المؤسسات الصحية مثابة الصحة للجسد في كلاهما، يعني الأداء السلس والعمل الكفء لجميع أجزاء القطاع الصحي. فالإدارة الجيدة تؤكد على الأولويات وتوائم بين الخدمات المقدمة حسب الاحتياجات المتغيرة، وتستخدم بذلك الموارد المتوفرة لديها بأقصى كفاءة ممكنة بهدف رفع مستويات الخدمة ونوعيتها إلى أقصى حد ممكن. فالإدارة الصحية الجيدة تعني خدمة صحية جيدة، والعكس صحيح اللي هي الصحة الجيدة بتعني إيه؟ إدارة صحية سليمة. شكرا جزيلا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.